مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الخبر. المغرب يمنع دخول 424 طن من التمور المستوردة. أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالح المراقبة راقبت إلى حدود يوم الثلاثاء 22 مارس حوالي 36 ألف طن من التمور. رفضت ولوج 424 طن من مجموعة التمور المستوردة إلى السوق الوطنية. أوضح أونسا أن التمور تخضع على غرار جميع المنتجات الغذائية للمراقبة المنتظمة عند الاستيراد، مبرزا أن هذه العملية تتم عبر ثلاث مراحل. تكمن المرحلة الأولى وفق جواب المكتب في المراقبة الوثائقية، موضحا أنها خطوة منهجية تمكن من التحقق من محتوى الملفات والمستندات المرافقة للتمور، فيما تتجلى المرحلة الثانية في مراقبة الهوية والمراقبة المادية، وهي خطوة منهجية تهدف إلى التأكد من مطابقة التمور المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، والتيقن من أنها تتطابق مع المتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل. أما المرحلة الثالثة فتتجلى في المراقبة العينية عبر أخذ عينة تمثيلية للتمور وإجراء التحاليل بالمختبر للتأكد من سلامتها. في هذا الإطار أوضح لونسا أن مصالح المراقبة التابعة له قامت خلال سنة 2021 بمراقبة 112 ألف طن من التمور عند الاستيراد، كما رفضت دخول 1949 طن من التمور إلى السوق الوطنية نظرا لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها. وإلى حدود يوم الثلاثاء الماضي راقب المكتب 35769 طن من التمور، ولم يسمح بدخول 424 طن من مجموعة التمور المستوردة للسوق الوطنية. كما أكد المكتب أن مصالحه أخذت عينات من التمور على مستوى المستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، موضحا أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها إلى حدود الآن أثبتت أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية. كما أكد المكتب أن مصالحه أخذت عينات من التمور على مستوى مستودعات التخزين ونقاط البيع قصد التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، موضحا أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها إلى حدود الآن أثبتت أن جميع العينات مطابقة لشروط السلامة الصحية. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يمكنكم أيضا تصفح قائمة فيديوهات القناة لاكتشاف المزيد من الأخبار. إلى اللقاء.